أهلا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ ربما علمتم من الموسيقى التي كنتم تسمعونها إلى أين سأذهب اليوم. أنا ذاهب إلى بلد جميل وبلد فيه أحد عجائب الدنيا. هيا بنا أصدقائي. نعم، إنها الصين، وهي تقع في قارة آسيا ومن بين أكبر بلدان العالم من ناحية المساحة وكذلك عدد سكانها الكبير. بلد يعتبر من أقوى اقتصاديات العالم تصنيعا وتصدير، ويمكن اعتبارها أم الحضارات الإنسانية بآسيا. ما أروع هذه الجبال، جميل جميل. هذه جبال الهيمالايا. جبال الهيمالايا وجبال تيان شان هي سلسلة جبلية لأكثر من 50 جبلا، يتجاوز ارتفاع كل منها 7200 متر، وتشكل الحدود الطبيعية للصين مع الهند وآسيا الوسطى. تنبع من الهيمالايا أنهر عديدة، منها نهر السند ونهر الغانج. ممتاز ممتاز، لم أكن أعلم أن الصين بها صحراء. صحاري جوبي وتاكلاماكان. يتنوع المشهد الطبيعي في الصين بين غابات وسهول وصحاري. صحاري جوبي وتاكلاماكان صحراء رملية، مساحتها 323,750 كيلومتر مربع. أوه يا للروعة، هل هذا سور الصين العظيم؟ سور الصين العظيم. يعد سور الصين العظيم أحد الرموز الأيقونية للصين، وهو أطول جدار في العالم وواحد من العجائب الدنيا 7، وهو إنجاز مذهل من الهندسة الدفاعية القديمة، حيث كان يعد درعا للحماية من الغزاة. يبلغ طول الجدار العظيم 21,196 كيلومتر، ويشمل أبراج حراسة وأبراج مرارة وسلالم وجسور وسقالات. واليوم يعد أبرز المعالم السياحية في الصين والعالم، يزوره سنويا نحو 130 مليون زائر. هذا المعلم، ما هو يا ترى؟ إنها المدينة المحرمة ببكين. جميع أسطح المباني في المدينة المحرمة مزينة بالبلاط المزجج الأصفر، منذ أن أصبح اللون الأصفر رمز الأباطرة الصينيين. مجمع القصر بأكمله محاط ومحمي بحائط المدينة بطول 7.9 متر، وخندق مائي بعرض 170 قدما. أوه هذا مكان غريب، ما هو يا ترى؟ جيش تيراكوتا الطيني، جيش الطين، وكانت تحتوي على 8000 مقاتل و130 عربة و520 حصانا و150 فارس بحجمه الطبيعي، وأطلق على المقبرة المكتشفة عجائب الدنيا 8، كما صنفت ضمن التراث العالمي لليونسكو. وشارك في بناء تلك التماثيل الطينية أكثر من 700,000 نحات، وكان قد تم وضعها في أفران تصل درجة حرارتها إلى 1000 درجة مئوية، ثم تركت لتبرد ليتم تلوينها وتزيينها بعد ذلك.
جيش تيراكوتا الطيني هو جيش من آلاف المقاتلين تم صنعه من الطين بأمر من إمبراطورية الصين الأول كين شينغ هوانغ، ليتم دفنه معه عندما يموت لتصبح أكبر مقبرة في العالم. ثم اكتشف المقبرة عام 1974 من قبل مجموعة من الفلاحين الصينيين أثناء حفرهم لبئر بإحدى قرى المدينة، مدينة شيان. يا للروعة، إنه نحت جميل. كهوف موغاو، تقع كهوف موغاو التي تعرف أيضا بكهوف ألف بوذا في مدينة دون هوانغ بشمال غرب الصين، وتشتهر بالرسم الجدارية واحتوائها على أجمل التماثيل في العالم. ويرجع تاريخ كهوف موغاو إلى ما قبل 1600 عام، ومع مرور الأيام حفر العديد من رجال الدين منذ ذلك التاريخ عديد الكهوف الجديدة لمختلف الفئات الاجتماعية. تحتوي كهوف موغاو حاليا على 492 كهفا وأكثر من 2000 تمثال طيني ملون وأكثر من 1000 تمثال حجري، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الكتب البوذية المقدسة. وتعد كهوف موغاو كنزا نفيسا من روائع الفن البوذي في العالم. وفي عام 1987 أدرجت ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي التي حددتها منظمة اليونسكو. ممتاز، هذا معبد أكيد. معبد السماء ببيكين. يعد معبد السماء المعلم الأبرز للعاصمة الصينية بكين، ويعود تاريخ بنائه إلى نحو 500 عام. تبلغ مساحته نحو 2.7 مليون متر مربع. بنيت قاعدة المعبد على الشكل المربع، وبينما بنيت طوابقه العلوية دائرية الشكل، اعتقادا من الصينيين القدامى أن الأرض مربعة والسماء دائرية. وأدرج المعبد عام 1998 إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يا للروعة، يا للجمال، لم أرى شيئا كهذا من قبل. هذا ميناء فيكتوريا بهونغ كونغ، يقع بين جزيرة هونغ كونغ وشبه جزيرة كولون، ويعد أكبر ميناء بحري في آسيا وثالث أكبر ميناء في العالم. ومن أجل زيادة شهرة هذا المكان كعامل جذب سياحي، تقدم الحكومة المحلية عرضا سنويا أطلقت عليه سمفونية الأضواء سنة 2005، وقد تم الإعلان عنها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر عرض دائم للضوء والصوت في العالم. يوجد في الصين أجمل أنهار العالم مثل نهر ليكروز، أحد أهم المناطق السياحية بالصين، ويبلغ طوله نحو 83 كيلومترا، يتميز بإثلالة رائعة على الكهوف والمنحدرات الجبلية والصخور وبعض القرى الزراعية المنتشرة على جانبي النهر. وكذلك وادي جيو تشايغو، محمية طبيعية ومتنزه وطني يقع في سيتشوان بجنوب غرب الصين، ويبلغ مساحته نحو 720 كيلومتر مربع، ويبلغ طوله 40 كيلومترا وفيه 9 قرى، لذلك يطلق على الوادي جيو تشاي جو الذي يعني في اللغة الصينية الوادي الذي يملك 9 قرى. ممتاز، لمن هذا القصر يا ترى؟ قصر بوطالة يعود تاريخه إلى 1300 سنة، حيث تم بناؤه ليكون مركزا للحكومة التباتية، وهو يعد أعلى قصر قديم في العالم،
حيث يرتفع عن سطح البحر 3767 مترا، إجمالي مساحته 3700 متر مربع. طوله من الشرق إلى الغرب 360 مترا، وعرضه من الجنوب إلى الشمال 270 مترا. يتكون من 13 طابقا، فهو أعلى مجموعة فخمة للبنايات في العالم. يرتفع المبنى الرئيسي له إلى 117 متر. أما الآن أفيدكم ببعض المعلومات الإضافية عن الصين. أعلى قمة هي جبل إيفرست 8848 مترا، المساحة حوالي 9 ملايين كيلومتر ونصف. العملة اليوان، عاصمتها بكين. اللغة الرسمية المندرينية. التعداد السكاني 1,350,665,000 لسنة 2012. متوسط العمر 76 سنة فاصل 25. أصدقائي، إنها رحلة من أمتع الرحلات في العالم، وقد أبهرتني الصين بجمالها وروعتها، وأنصحكم جميعا بزيارتها. فاكتشاف الحضارات والمعالم من شأنها أن ترقى بعقولنا وترفه عن ذواتنا. سأعود لها يوما آخر أكيد، ولكن الآن سأعود إلى بلد تونس. إلى اللقاء أصدقائي في زيارة أخرى لبلد آخر جميل وجذاب كالصين. إلى اللقاء.